الحل من اجل اجراء اللازم في اللقطه والمحاوله الماضيه. هذا فار، وهنا كانت طبعا الاصابه لفار بدون اي تدخل في اللقطه والمحاوله الماضيه. هي العدل الضام على ما يبدو، على ما يبدو. في المقابل مدرب شباب الاهلي لوكا او ماركو نيكوليتش الذي تحدث قائلا راجعت 20 مباراه سابقه مع العين، 20 مباراه سابقه مع العين، ولذلك يحب مثل هذه اللقاءات، مثل هذه المباريات. الأمة العينوية الان منتشيه بالتقدم وبالهدف الاول الذي سجله نجمها لافا كوتشو، بينما في المقابل القوه الحمراء وفرسان بزاع في هذا المشهد الكبير والذي من خلاله لا زالوا يؤازرون فريقهم، لانهم يعلمون بان المباراه لا زالت في بدايتها، لا زالت في انطلاقتها الاولى. والكره الان فيها رمي التماس، رمي التماس، بارك يصاب، هل سيستبدل؟ هل سيغادر ارضيه الملعب؟ ننتظر قرار المدير الفني المدرب هرنان كريسبو. احمد جميل او هذا حارب، حارب يتقدم، يا سلام، حارب الان الى احمد جميل، خطره لشباب الاهلي، الله. لكريسبو هنا من خلال هذه اللقطة
عينويا بهدف نظيف في هذه اللحظات. الكرة عن طريق بالاسيوس يحاول الآن عودة بالكرة إلى أحمد جميل. عودة لا شك بأنها جميلة للظهير الأيمن بالنسبة لنادي الشباب الأهلي بعد طول غياب الآن كوامي. عادت إلى هدف برماني لكوامي مرة أخرى. هنا انتقلات العينوية على مستوى خط الدفاع من أجل بداية الهزمة من جديد. 1-0 للمرة الأخيرة كانت للشباب الأهلي في 2016 في هذا الملعب. طيب الذكر أحمد خليل هو من سجل هدف الفوز والانتصار للشباب الأهلي في تلك المباراة. خالد عيسى والعودة بالتالي هنا مرة أخرى إريك. لكن آخر 1-0 كانت لنادي العين في استاد هزاع في 2015 أيضا لطيب الذكر. لكنه كان سموه خطيرة من سفيان رحيمي. الكرة لحارس المرمى حسن حمزة. هنا الآن المحاولة للشباب الأهلي مقطوع لمصلحة نادي العين مرة أخرى. الآن خطيرة بالاسيوس. الله الخطيرة التي تتاح وبالتالي الآن يركبون. لكن حكم المباراة هنا يشير إلى وجود
المقابل هدف عموري هو كايو، بينما في المقابل سعيد جاسم هو من سجل هدف التعادل يومها بالنسبة لفريق شباب الأهلي، لكن هدف كايو كان في الوقت القاتل الدقيقة 91 تحديدا. حسن حمزة هنا يسيطر على اللقطة والمحاولة الماضية شباب الأهلي، والكرة تتحول الآن من جديد لمصلحة الجهة اليسرى. سعيد هذا انطلاقة وانفراد يحيى أمام المرمى، ضاعت يا غساني، لكن الراية موجودة، الراية موجودة من المساعد الأول دانيال ريكاردو مانيس. شوف اللقطة، شوف الرأسية، هل كان يحيى متسللا في اللقطة الماضية؟ هكذا أدت الراية، وهكذا بالتالي التسلل حاضر وموجود، حاضر وموجود كما أشار المساعد الأول بالكرة التي أيضا مرت، بالكرة التي مرت، وبالتالي لدينا خالد عيسى هو من سيلعب الكرة الآن. شباب الأهلي، شباب الأهلي الآن يحاول العودة، وإذا لم يسجل شباب الأهلي هدفا في آخر ربع ساعة من زمن شوط المباراة الأول فإن العودة ستكون صعبة جدا، صعبة جدا. وماذا لو سجل رائد العين هدفا آخر؟ الأمور ستكون في غاية وقمة الصعوبة. خالد يستلم الكرة الآن، تتحول إلى سعيد، سعيد إلى يحيى، نادر يتقدم يتقدم يتقدم، يمرر الآن إلى لافا، لافا كوتشو، لافا سدد، الله، لافا في الفورمة في مباراة اليوم، وكأنه يريد أن يعوض ظهوره أمام الوصل، أمام الوصل الذي لم يكن بالشكل المطلوب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وفيها بالتالي ضربة مرمى، ضربة مرمى. هنا نشاهد الآن كاتابيا في تيريكو يلعب الكرة في الجانب الأيسر باتجاه لينا، رينان، رينان يتقدم الآن من خلال هذه الكرة والمحاولة. يحيى الغساني، يحيى الغساني، انطلاقة للشباب الأهلي، فارق أحمد، الكرة تعود بالتالي من جديد، مبدأ إتاحة الفرصة، تقدم انطلاقة، التمريرة يا رينان، التمريرة مقطوعة من سعيد جمعة، برمان يلعبها إلى سفيان رحيمي، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. نص ساعة أيها الأحبة في كل مكان عبر الدوري الرياضية، العين يتقدم في استاد راشد على شباب الأهلي بهدفين نظيفين. خالد عيسى، خالد بيسيطر على الكرة، المحاولة الآن إلى لافا، استلام مع صغر محمد مرزوق معه، لكن لافا يتمكن من التمرير إلى فلاسيوس، فلاسيوس الآن إلى الجانب الأيمن من أتسيلي. هنا فلاسيوس اللي تألق في الموسم الماضي بشكل كبير مع نادي العين، لكن قناعات الهولندي شرودر أتت بأن يبقى هذا اللاعب على دكة البدلاء، بل خارج التشكيلة مطلقا، أو بشكل أصح خارج التشكيلة تماما، لكن مع عودة كريسبو يتواجد فلاسيوس هنا في المشهد الكبير وفي المباراة الكبيرة مع نادي العين أمام شباب الأهلي. لقطة أخرى، كرة أخرى، ولدينا إريك إلى كوامي،
شباب أهلاوية في اللقطة الماضية بكل تأكيد، لا شك بأنهم ينتظرون العودة، ينتظرون العودة والعودة بفارغ الصبر. نقلة ومحاولة الآن، نعم خيامات شباب الأهلي لا شك بأنها مؤثرة، خيامات عديدة، رأس الحربة مؤنس دبور، أنت تتحدث عن بوغدان، إيكور طبعا المهاجم، هنالك الدومبية، لوكا، كل هذه الأسماء خيامات أساسية ومهمة جدا بالنسبة لشباب الأهلي على مستوى الفريق. الشباب أهلاوي خاطئني مصلحة رأس العين، هنا مرة أخرى ماركو يحاول أن يتدارك الأمور، يحاول أن يعود من خلال هدف أول يأتي، تصبح الأمور بعد ذلك أفضل بشكل كبير، بشكل كبير. سفيان رحيمي هنا من جديد وسط أرضية الملعب، يتقدم يمرر إلى فلاسيوس، أسماء عديدة أيضا موجودة في دكة البدلاء من الجانب فريق شباب الأهلي، هنالك مجموعة من الأسماء أيضا الهجومية، لكن عموما كرة عيناوية، سعيد والكرة إلى خارج الملعب، الظهير الأيمن العيناوي في ظل غياب بندر الأحبابي، كرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، ضربة ركنية، لوكا أو ماركو، شوف يعتذر أيضا بشكل جميل، ماركو نيكوليت، عند أيضا يوني سيزار، عند جيربي، من أبرز الأسماء الهجومية اللي ممكن نشوفها في فريق شباب الأهلي خلال الفترة القادمة، من أجل أيضا تدارك الأمور، ركنية عالية ولكنها بعيدة بعيدة بعيدة، أراك والتسديد على الطائر إلى خارج الملعب. 10 دقائق على نهاية أحداث شوط المباراة الأول، 10 دقائق يا كريسبو في المهمة الرسمية الأولى، الأرجنتيني يسير حتى الآن في الطريق الصحيح، أحلى الجميل إلى طارق، طارق والضغط، محاولة اللعب والتمرير، لكن عادت بالتالي إلى سفيان رحيمي، حكم المباراة يقول هنالك خطأ في اللقطة والمحاولة الماضية، الخطأ حاضر بالتالي وموجود، ولدينا احتجاج أيضا وغضب، وأكيد بأنه لن يكون مرتاحا هذا المدرب، لأن فريق الآن ماركو نيكوليتش المدرب الصربي يبحث عن هدف على الأقل، على الأقل يقرب الفريق من العودة للمباراة من جديد. الآن عن طريق فلاسيوس، يا سلام أرجنتيني على أرجنتيني، فلاسيوس على الكركبية يمر بشكل رائع وجميل في اللقطة الماضية، الانطلاقة هناك تحول من جديد لمصلحة نادي العين، مرمى في منتصف أرضية الملعب، الكرة تصل مرة أخرى، الزعيم يضرب أسلوبه، سيطرته، تقدمه هنا في أجواء القمة والمباراة الكبيرة، عادت إلى برمان، برمان إلى خالد عيسى، خالد عيسى الآن بكل هدوء ينتظر يتغير، يرسل الكرة عالية وللأمام باتجاه فلاسيوس في منتصف الملعب، حكم المباراة يشير إلى وجود صافرة، فلاسيوس على أرضية الملعب، والأمر كذلك بالنسبة للاعب شباب الأهلي سعيد سليمان على الالتحام الذي أتى في اللقطة والمحاولة الماضية، سلامات للاعبين سعيد ولفلاسيوس أيضا، الصفوف الذي أتى، الكرة التي حدث من خلالها الاشتراك بهذا الشكل على أرضية الملعب، 2-0 لمصلحة نادي العين، الجماهير أم العينوية السعيدة بكل تأكيد بهذا التقدم وبهذا الانتصار، والجولة الثامنة بهذه النتيجة حتى الآن تعني بأن العين سيصل إلى رصيد 18 نقطة في الوصافة، هذه الأسماء المؤثرة طبعا التي تغيب، مونس، إيغور، وأيضا لوكا، بوغدان، ومايد راسل طبعا الذي يغيب هو الآخر بسبب الإصابة، وكذلك عيد أيضا يتواجد مع الأسماء التي شاهدناها في اللقطة والمحاولة الماضية، يبقى أيضا جمهور شباب الأهلي مساندا ومؤازرا، وتبقى الأمة العينوية سعيدة ومحتفلة بهذا التقدم الآن، بهذا التقدم الآن، سعيد سليمان بالسلامة إن شاء الله يعود إلى المباراة مع فلاسيوس بعد قليل، رابع أهداف لافا كوتشو في مرمى شباب الأهلي في الدوري، والسابع هدف يسجل خلال مواجهات الفريقين في أول 10 دقائق، كانت منها 4 للعين و3 للشباب
لشباب الاهلي كان جافيو وفلاسيوس يراها من مباراة داخل مباراة بين الارجنتينيين. الان سفيان رحيمي يفقد الكرة المافية. فلاسيوس بالمناسبة اول اهداف ماتياس في بطولة الدوري خلال 22. هل تعلمون هذا؟ الان لدينا كرة الى ارجنتيني وساعود الى المعلومة. الان هذا فلاسيوس اول اهداف فلاسيوس في دوري أتروك للمحترفين خلال مباراة رقم 22. التسديد الله أتشيلي وحمزة يتألق ويتعملق من جديد. ماذا لو لم يكن حمزة بين خشبات شباب الأهلي الثلاث في لقاء اليوم؟ الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أتشيلي يظهر من جديد بعد أن غاب لقناعات شرودر يعود هنا مع كريسبو. شباب الاهلي في بطولة الدوري للمرة الاولى منذ سبتمبر من عام 2018، وهذا يعني بان المباريات السابقة بين الفريقين ونادي العين يعني سجل منذ لقاء الفوز 2-1 اللي كان في استاد هزاع بن زايد حسين الشحات وحمد عبد الرحمن، بينما خالد عيسى بالخطأ في مرمى للشباب الاهلي منذ تلك المباراة طبعا على مستوى بطولة الدوري. العين يسجل هدفين للمرة الأولى هنا منذ 2018. إصابة طارق سلامات إن شاء الله، لأن كل المباريات التي تلت ذلك اللقاء على مستوى بطولة الدوري يا إما شباب الأهلي يفوز ويا إما التعادل أيضا بين الفريقين موجود، ويا إما أن العين يفوز لكن بهدفين. هذه المرة الأولى منذ 2018. هنا استلام لافا، استلام باليسرى وتسديدة باليمنى، والهدف الأول في المباراة يا كريسبو. وفرحة الأمة العيناوية، فرحة الأمة العيناوية التي اكتملت وبشكل أكبر بهذا الهدف الثاني عن طريق فلاسيوس. 2-0 فلاسيوس، أول هدف في الدوري، تخيل أول هدف طبعا في بطولة الدوري بعد 22 مباراة لعبها الأرجنتيني. الآن يفتتح التسجيل وفرحته بالتالي واضحة ولها ما يبررها أن يسجل أول أهداف في بطولة الدوري. طبعا سجل في الكاس، سجل في مسابقات أخرى، لكن على مستوى الدوري يبقى الهدف الأول للأرجنتيني. جدا بعد انتصارين متتاليين امام نيبال
بحوله تعالى سيكون في الطريق الصحيح في بطولة دوري أبطال آسيا. حارب يتقدم، حارب يا له من مجهود كبير لولا إضاعة الفرصة من قبل ليما. عرضية لك الكرة وين؟ أين يحيى الغساني من الجهة الأخرى؟ يعولون عليك كثيرا يا يحيى في هذا اللقاء. كارديبيا والكرة إلى الجميل، لم تتهيأ، لم تصل، وبالتالي تعود إلى الجميل. الشباب الاهلي الان يضغط يضغط يضغط، حارب حارب حارب
شكرا لعبد الله السعدي. هي استراحة محارب بعد شوط أول اكتسح فيه الزعيم كل شيء. حاول شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة لكن ماتيوس ليما أصر أن يضيع كل جهود لاعبي شباب الأهلي. لابا سجل الأول من ضربة ركنية نفذت أرضية وصلت لإيريك، صنعها للابا كوجو والعين استغل وكان خطيرا في شوط المباراة الأول بصورة كبيرة من الضربات الركنية. وماتيوس فلاتيوس مع ميرجيلي والهدف الثاني للزعيم. أول جميل جدا فنيا، شهد حضورا كبيرا للعين بقوة كبيرة وشهد تراجعا كبيرا لشباب الأهلي في معظم أجزاء هذه المباراة وهذا الشوط من هذه المباراة، حيث تراجع شباب الأهلي كثيرا وترك الملعب للعين الذي أبدع وأمتع في أول الأشواط. سنتوقف أولا مع أبرز الحالات التحكيمية في شوط المباراة الأول مع الكابتن إبراهيم المهيري، تفضل. مساء عليك اخوي محمد مشاهدي قناة الرياضية. عندنا مباراة شباب الاهلي والعين، الحكم البرازيلي امانة في حالتين مؤثرات بشكل عام، ولكن هل تأثيرها في النتيجة بتكون بعد نهاية المباراة أساس نتكلم هل القرارين هل فيهن تأثير ولا لا. في البداية في أول دقيقتين حالة جدا سهلة، الحكم يعطي مبدأ إتاحة فرصة لصالح فريق في ركلة الجزاء، ولكن في ركلة الجزاء لا يوجد مبدأ إتاحة فرصة إلا إذا دخلت الكرة المرمى، لكن كان يجب على حكم الفار التدخل. لاحظ الدخول، طال حكم يعطي مبدأ إتاحة فرصة، الكرة ضاعت، أرجع لركلة الجزاء، لأن الحالة الوحيدة اللي ما تروح بعدم احتسابها اللي هو تسجيل هدف. لاحظ الدهس، ركلة الجزاء والطرد لاعب محمد مرزوق، قرار فيه إذا لاحظ عندي واضح القرار، والغريب أن الحكم يعطي مبدأ إتاحة، يعني عنده قناعة بالقرار لكن ما رجع ولا حكم الفار. لاحظ ممكن على فكرة رباط صليبي، لاحظ ركبة اللاعب، ممكن هذا السقوط بطريقة حالة صعبة جدا، كان يجب أن يحتدم، كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء وطرد لاعب فريق شباب الأهلي محمد مرزوق. نشوف الحالة الثانية المؤثرة لكن الفار ما يتدخل فيها، هذا دور الحكم الرئيسي في الملعب. طبعا هاي الحالة طبعا هني مطالبة بركلة جزاء لصالح فريق شباب الأهلي، طبعا الاحتكاك اليد موجودة لكن هذا الاحتكاك لا يرتقي لوجود ركلة جزاء. هاي الحالة لحظة عندي مش الحالة الآن، شوف التلامس، نعم هناك تلامس لكن لاحظ مجرد حطت يد، لا يوجد فيها ركلة جزاء ولا يوجد فيها مخالفة، لاحظ بالعكس قرار الحكم السماح باستمرار لعب قرار سليم. نشوف هدف فريق العين الثاني ونشوف تنفيذ الركلة الركنية، كان يجب أن يتم تنفيذ أي ركلة حرة مباشرة أو أي حال، يجب أن تكون الكرة ثابتة بكاملها. لاحظ عندي يرجع الكرة بيدينه ويلعبها بشكل مباشرة، الكرة كانت في حالة، لاحظ عندي مشي الحالة وجدمها ورجعها، لاحظ على طول مجرد أنها رجعت لمس الكرة، هني كان يجب على الحكم أن يتدخل ويطلب إيقاف التنفيذ ويتم إعادة تنفيذ هذه الكرة. طبعا تنفيذ غير سليم من نادي العين نتج عنه هدف لصالح فريق العين، لكن الفار ما يتدخل في حالات الاستئناف، هاي حالة استئناف الفار ما يتدخل، حتى لو دخلت الكرة جول، حتى لو حدث ركلة جزاء، حتى لو حدث حالة طرد، الفار لا يتدخل في حالات الاستئناف. أخوي محمد تفضل. محمد شكرا لك. إبراهيم على السريع بس، ما عليه على السريع بس، هو ثبت الكرة؟ لا هو رجعها، رجعها ثب اول ما شال يد لعبها، لا شوف شوف ثبت الكره كان، لا على السريع بس وقف لي اللقطه، هو ثبتها رفع يديه ولعب الكره مباشره. شوف انا عندي اللقطه، انا اعطني شوف، لاحظ على طول مرجعها، مجرد شال يدين الكره بعدها تمشي، عندنا الزوم، الزوم موجود، مشى على الزوم، ايوه لاحظ رجع الكره وجدها، لاحظ بعدها ما ثبتت الكره، بعدها رجعها، طلعت ما رجع، ما ثبتت الكرة بكاملها، لازم شوف لاحظ بعدها تمشي الكرة، هني النقطة احنا نتكلم، لاحظ عندي
بعدها تمشي الكره. وحتى لو محمد ترى شوف تبقى هني هاي دور الحكم الرئيسي يجب ان يتم تركيزه على الركله الركنيه. طبعا القرار مؤثر، لا طبعا هذا حاله استئناف مش قرار مؤثر. انا قرار مؤثر في اللعبه الاولى نتجعنا هدف ايه، لكن ما هذا استئناف ما يعتبر مؤثر في الاخر الاستئناف، لان لعبتين ثلاث وتم تسجيل هدف. اذا مش في نفس اللعبه يمنع هدف اخوي محمد. لكن بشكل عام ركلة الجزاء وطرد محمد مرزوق لين الآن يعتبر قرار مؤثر في سير المباراة، ويعتمد على نتيجة المباراة بعد المباراة. تفضل أخوي محمد. شكرا لك إبراهيم، يعطيك العافية. استعرض لنا أبرز الحالات التحكيمية عبد العزيز محمد وماجد الفلاسي هناك في أرضية الملعب. شكرا لك زميلي محمد الجاسم بأداء هجومي أكثر من رائع يقوده المدرب كريسبو المهاجم العالمي السابق. فريق العين يتقدم بهدفين دون مقابل. وجدد الترحيب الكابتن ماجد الفلاسي. كابتن العين 10/10 في الشوط الأول، تقدم دون أدنى شك مستحق لفريق العين بهدفين دون مقابل. صحيح، أنا أعتقد اليوم الشوط الأول واضح من خلال مباراة لاعبين العين. لاعبين العين يبون يثبتون أنهم حاضرين، أنهم هم من أراد التغيير، وبالتالي التغيير وجود الأسماء اللي مثل ما ذكرت لك يا بلاسوف وأتزيلي. نعم. لاعب سجل ولاعب صنع، فبالتالي اللاعبين هذيلا عملوا الفارق مع فريق العين في الشوط الأولاني، بالإضافة إلى اللاعب تبع الهدف لابا رحيمي. كابتن ماجد لضيق الوقت بقاطعك، فعالية فريق العين كانت أكثر هجوميا وتناسق الفريق كان أفضل من فريق شباب الأهلي. صحيح، وهذا سبب أنه مسيطرين على وسط الملعب بوجود يحيى نادر مع كيم سابقا قبل التغيير، ومن ثم أحمد برمان. فعاليتهم خصوصا بالجهة اليسار جهة إريك المزعجة أو المزعج في كثير من الأحيان، استغل فريق العين الجهة اليسرى بشكل جيد، شكل خطورة من الدقيقة الرابعة والدقيقة الخامسة والدقيقة الثامنة سجل هدف. فبالتالي العين واضح عليه أن فريق يقوده مهاجم يقوده مدرب مهاجم عالمي سابق بحجم كريسبو، طبيعي الفعالية الهجومية تكون عالية جدا. في الطرف الثاني فريق شباب الأهلي كان غايب، فعاليته ليست كالمعتاد، فريق ما شفناه في الملعب اليوم. صحيح، أكيد أن الغيابات مؤثرة في وسط الملعب، تحديدا لوكا مكانه شاغر أيضا في الخط الخلفي، وجود مرزوق مع محمد سعيد سليمان في العمق الدفاعي، والضغط اللي عمله فريق العين من بداية الشوط وضح تأثيرهم ووضح عدم التجانس بينهم، وبالتالي استغل فريق العين في تسجيل هدفين وإضاعة أكثر من هدف. شو اللي يحتاج فريق شباب الأهلي سريعا في الشوط الثاني حتى يرجع إلى فورمة المباراة؟ المجازفة صعبة، ولكن لابد أن المدرب نيكولاتش يعني نوعا ما يخاطر بسحب أحد من اللاعبين في وسط الملعب. نعم. وإضافة مهاجم آخر بجانب المهاجم ماتوس. جميل. لأن اليوم يحتاج فعالية أكثر للهجوم. فعالية في الهجوم. شكرا لك كابتن ماجد الفلاسي، لنا عودة بعد نهاية المباراة بمشيئة الله تعالى. إذن زميلي محمد العودة إليك برفقة الكابتن في الاستوديو، تفضل. شكرا لك عبد العزيز. مباشرة نبدأ بالهدف الأول كابتن يوسف. نعم، الشوط غير جيد بالنسبة كبداية لفريق شباب الأهلي. أول تقريبا 8 دقائق محمد فريق العين كان مسيطر بسيطرة كبيرة، استحواذ تمرير أمور كثيرة، إحنا ما شفنا أول 10 دقائق تقريبا في نقش شباب الأهلي، إلا بعدين بعد ما تم تسجيل الهدفين بدأ فريق شباب الأهلي يعني يرجع لمستواه وكان يهدف. لكن خذنا لقطة الهدف، أول شيء الضربة الركنية مفترض أن يكون هني لعيبة اثنين من فريق شباب الأهلي وفي لاعب آخر يتقدم لإغلاق المساحة على إيرك، هذا كله ما صار. اللي صار أنه لعبوا الكرة بي 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 بتقدم إيرك في الفراغ واثنين على واحد، يعني كانت لعبة جدا سهلة لفريق العين. أسفل عنها الهدف الأول لتسجيل، شوف يعني كرة جدا سهلة. صح أن 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 لابا في منطقة 18 عرف كيف يتخلص من المدافعين ويلف ويسدد، لكن أنا أقول من البداية كان خطأ كبير جدا. اثنين شوف هذه توضح تحرك إيرك بالسبايدر، تشوفه إيرك كيف تحرك في المساحة في التوقيت المثالي. قبل ما يتحرك محمد لازم اثنين متواجدين عند لاعب الكرة اللي بيلعب كرة، اثنين ضد اثنين، ولازم في لاعب آخر خارج 18. كل لعيبة شباب الأهلي متواجدين في مسافة قريبة عن نقطة الجزاء وتركين المساحة لإيرك لعب كرة سهلة سجل فريق العين هدف جدا سهل على فريق العين. كابتن محسن، 4 ركنيات تقريبا في 8 دقائق.
صحيح في أول 8 دقائق وهو رقم كبير جدا ونم عن ضغط كبير جدا من العين في الدقائق 8 الأولى، لكن حسن حمزة كان رجل الشوط الأول يا شباب. بغض النظر عن الهدفين اللي دخلوا على حسن حمزة، ولكن كان بالفعل أنه هو حاضر في المباراة جاهز. كرتين ثلاث كرات شال ممتازة جدا، تدخله كان رائع وأعلى من الرائع. حارس بالفعل يتطور من مباراة إلى أخرى. الملفت نعم طريقة تنفيذ مختلفة لكل ضربة ركنية. صحيح لكل ضربة ركنية بطريقة اللي هو العين، وهذا العمل اللي قام فيه كرسبو الأول فترة قصيرة، ولكن تشوف بعض البصمات الموجودة في فريق نادي العين. هذه أحد الأخطاء الكبيرة، لاعب يلف لك 180 درجة، هاي 180 360 لفها، لأن مش بالأسلوب. وين القلبين الدفاع؟ المشاكل اللي كانت موجودة فريق نادي شباب الأهلي من ناحية المحاور ومن ناحية قلبين الدفاع، عدم التفاهم ما بينهم، وحصل على أكثر من كرة. الهدفين اللي تسجلوا جمالية الهدفين، ولكن تحرك لابا في الزحمة وإنه يلف، هذا الصعب من المهاجم اللي يعمل لك الكرات وتزيله من الأهداف. ولكن وين قلبين الدفاع اللي كانوا متواجدين بكثافة لاعبين فريق شباب الأهلي؟ ولكن يحسب لتحرك إيريك أمانة، تعال تشوف اللعبة هذه فعلا متمرين عليها كذا مرة، لأن من لعبة الكرة اتحرك، ومثل ما قال الكابتن أبو عبد الله إن لابد يكون إن دائما لاعبين في الأعلى. ولكن يحسب أيضا لفريق العين، وتكلمنا إن من يتصيد خط في وسط الملعب راح يكون له الأفضلية من ناحية العمل، عمل ضغط عالي كبير جدا على فريق نادي شباب الأهلي، قدر إنه يبعد كارتابيا، قدر إنه هو أيضا يبعد يحيى الغساني. كان الواعب الواضح هو حارب عبد الله إنه قاعد إنه يوصل الكرة، ولكن لم يتوفق أيضا ليما بالكرات اللي حصل عليها. كابتن نور، الأفضلية كانت واضحة تكاد تكون مطلقة لسيطرة وسط ملعب العين على وسط ملعب شباب الأهلي. شباب الأهلي لم يكن حاضرا في وسط الملعب، كان متراجعا وحاولا أغلاق المساحة استخلاص ومن ثم بدل مرتدة، لكن التفوق الأكبر كان للثلاثي الموجود في وسط الملعب لهم بلاسيوس عمير وسفيان، وهذا اللي خلق فارق كبير في شوط المباراة الأول. صحيح العين تفوق في وسط الميدان تقريبا، يحيى نادر وبارك وبعدين برمان فوق في عملية افتكاك الكرة، عملية الضغط. والشيء اللي جابه أنه بعد افتكاك الكرة على طول يتحولوا إلى الناحية الهجومية، ما في تشتيت بالكرة. شوفوا الحالة هذه بعد الهدف الثاني، تقريبا خمسة لعيبة في رغم اللي متقدم فريق العين، خمسة لعيبة في نص ملعب شباب الأهلي، ضغط كبير بلاسيوس، ضغط افتكاك الكرة، ثم التحول السريع من ناحية الهجوم من ناحية دفاع الناحية الهجومية، وعملية هجومية منسقة بين ثلاثي لابا وبلاسيوس ومراد زيلي جابت هدف ثاني، هدف جمع بين الأمور التكتيكية على مستوى افتكاك الكرة وعلى مستوى الضغط وكذلك الأمور الفنية. تقريبا عمل رائع، جملة تكتيكية رائعة انتهت بتسديدة فنية في مكانها من بلاسيوس، وذر اللي شرودر كان غالط في استغناء عن عمر تزيلي اللي كان وراء التمريرة الحاسمة، وكذلك بلاسيوس اللي سجل هدف، والاثنين قدموا تقريبا مردود خارق العادة في وسط الميدان على مستوى بناء اللعبة وعلى مستوى افتكاك الكرة. كما تفضلت وقلت بوجازم، تفوق فريق العين في وسط الميدان على فريق شباب الأهلي، هذاك علاش خلاها متقدم في النتيجة إلى حد الآن، وهو تقدم مستحق بنظر المردود الفريقين أثناء 45 دقيقة الأولى. ليه ما أضع شباب الأهلي في شوط المباراة الأول؟ صحيح ليه ما، ولكن ما نجموش نلومه كثير على ليه ما، لاعب شاب تقريبا المشاركة الثانية، المشاركة الأولى كأساسي. مثل هذه المباريات ما تتكرر لك الفرص، ما تتكرر وممكن لو سجل هدف أو سجل اثنين يكون ميلاد مهاجم كبير، ولكن ما توفق. تأثر ليما بإضاعته للفرصة الأولى، تأثر معنويا بحكم قلة خبرته وصغر سنه، والله غالب شباب الأهلي تأثر كثير بالغيابات على مستوى الهجوم، إيغور في مرحلة أولى ثم مونس دبور في مرحلة ثانية. اليوم لوكا مكانه كان واضح على مستوى الربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، مؤثر غيابات
مؤثره كثيره. ورغم ذلك فريق شباب الاهلي باستثناء ال 15 دقيقه الاولى قدم تحسن في مستواه الى وصل الى افضليته في نهايه الشوط الاول اخلق تقريبا 3 فرص. طيب الشوط الثاني كيف ممكن نشاهد كارتابيا يحيى لما شاهدناه في الشوط الاول؟ المفروض المجهود يكون مضاعف لان مجهود كارتابيا ما شفناه في الشوط الاول، شفنا بس حارب تحرك ريما تحرك افترض فريق شباب الاهلي اذا حارب الوحيد اللي قاتل في الشوط الاول البقايا ما ظهر حسن حمزي دافع عن المرمى وحارب في الهجوم على الفريق لازم بشكل كامل يتحرك في الشوط الثاني. اذا اول ربع ساعه فريق شباب الاهلي ما سجل هدف في التقليص اعتقد المباراه راح للاهلي. ممكن يعود؟ اذا عمل في وسط الملعب في تشيط من دخول يوري ممكن اللاعب سريع ينزل الحاجه ليوري بدل يحيى لازم يعمل مجازفه ايضا في تغيير في سحب لاعب من الوسط وادخال مهاجم راح يفعل اكثر دور لما اللي حصل على محاولتين كان ممكن يسجل فيها الوحده. بجسم انا تمنيت التغيير لانه تغيير عبد النقبي جاء في 45 دقيقه صح عبد النقبي تمنيته يدخل يوري مكان طارق احمد المصاب ويصبح يلعب 4-1 غير سيستمه هو 4 ولكن مجاز دخل 4-1 انت خاصه 2-0 يعني التغيير هذا ما يعطيك اضافه على مستوى الهجوم ممكن يدخل يوري مكان طارق احمد وتسحب كركيبة الى خط الوسط المحوري يكون ممكن اكثر تنشيط هجومي. نزلوا لعيبه الان في هذه الاثناء شكرا لكم كباتن الى شوط المباراه الثاني. الاول كان عناويا بهدفين دون مقابل، كيف سيكون ثاني الاشواط؟ الى عبد الله السعدي من جديد. شكرا زميلي العزيز محمد الجاسم وشكرا لضيوفك الكرام. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر غير رياضية شوط المباراة الثاني من قمة الشباب الأهلي والعين هنا ينطلق بعد أن تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم العين بهدفين نظيفين لينطلق الآن شوط المباراة الثاني لصافرات رافائيل كلاوس الحكم البرازيلي فيرناندو كريسبو حتى الآن في طريقه الصحيح الانتصارات من جديد. هدفين عناويين في الشوط الاول البداية من لافا ثم بلاسيوس لينتهي الشوط بهذين الهدفين بعد ان شاهدنا ارتباك كبير في دفاعات فريق هذا المدرب ماركو نيكوليتش وشاهدنا في المقابل ايضا فرصة خطيرة كان من الممكن ان يعود من خلالها فريق شباب الاهلي الى المباراة لكن اضاعة الفرص الخطيرة التي ضاعت من ليما من هذا اللاعب تحديدا بالتالي ايضا انتهت الامور لمصلحة نادي العين بهدفين مقابل لا شيء. شوط ثاني في القمة الكبيرة ننتظر ما هو اكثر من الفريقين ما هو امتع ما هو اجمل بكل تأكيد لكن العناوي يبغيها عناوية لا نقاش في ذلك وشباب الاهلاوي او الشباب اهلاوي يريدها نعم لفريقه ولا جدال في ذلك لكن هذا اللي ما عليه جدال في الشوط الاول هذا ماتياس بلاسيوس اللي عمل كبير جدا وسجل الهدف الثاني يواصل اداء الرائع جدا هنا في ارضية الملعب سيجع الى عمير الزيلي يا سعيد 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 الى خارج ارضية الملعب الكرة مرت وتحولت هنا الى رمية تماس لمصلحة شباب الاهلي الان الكرة ليما يحاول يكسب خطا في اللقطة والمحاولة الماضية وبالتالي هنا الان ليما كما نشاهد وذكرت بانه سجل هدف نادي شباب الاهلي سجل لشباب الاهلي في مباراة الاتحاد التي فاز فيها 3-1 كرة تتحول وتعود بالتالي هنا من جديد لمصلحة شباب الاهلي الفريق الذي اذا ما اراد العودة فعليه ان يسجل في ابكر وقت ممكن من شوط المباراة الثاني. كوامي يلعب الكرة الان الى فرمان الذي دخل بديلا في شوط المباراة الاول بعد اصابة الكوري بارك ليكون التبديل الاضطراري لهيرنان كريسبو. كرة تتحول الى خالد عيسى خالد هنا من جديد انطلاقه ومحاولة لخالد الاخر والعباس سعيد جمعة الظهير الايمن يتمكن من ان يكسب رمية
شوطي المباراة. بالنسبة للفريق الأحمر، الفريق الذي يبحث عن العودة لا شك في ذلك، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس كما نشاهد ونتابع هنا الآن لمصلحة نادي العين عن طريق اللاعب سعيد جمعة في الجانب الأيمن من أرضية الملعب. الكرة ملعوبة والمحاولة بالتالي هنا من جديد، والكرة إلى محمد مرزوق، إلى محمد مرزوق، عالية وصلت الكرة إلى يحيى الغساني. أكيد جمهور شباب الأهلي ينتظر ما هو أكثر من ذلك من يحيى، أن ينجم الكبير وينجم منتخبنا الوطني في هذا اللقاء. هنا لدينا رينان، والكرة التي تعود لمصلحة شباب الأهلي اللي أيضا عنده مباراة كبيرة منتظرة، هي مباراة ديربي أمام الوصل في كأس مصر في أبو ظبي الإسلامي. وأنا أتحدث طبعا عن البطولة الأخرى التي سيكون شباب الأهلي حاضرا فيها بالإضافة لبطولة الدوري. هنا كارتبيا يحاول بتيريكو إلى خارج أرضية الملعب، الكرة مرت عدت. الديربي يوم 11 ديسمبر القادم، يوم 11 ديسمبر القادم بالنسبة لشباب الأهلي، لكن قبل ذلك عليه أن يلعب مباراة صعبة أمام نادي الشارجة في الجولة القادمة من بطولة الدوري في ملعب نادي الشارجة، وبعد ذلك أمام الإمارات. الكرة الآن خطيرة لكنها تتحول، يحاول مارن يسقط على أرضية الملعب، يكسب خطأ هنا في هذه اللحظة على برمان، ولكن في المقابل أيضا الإصابة التي نشاهد من خلالها الآن لاعب نادي العين يحيى نادر طايح على أرضية الملعب في اللقطة والمحاولة الماضية. شوف هذه هي الكرة، وهنا أتت الإصابة، وهنا أيضا حكم المباراة أشار إلى استمرارية اللعب، لكن عبد الله النقفي بعد ذلك هو من يسقط على أرضية الملعب ويحصل بالتالي على خطأ. من الأسماء التي دخلت من التبديلات التي أجريت بالنسبة للمدرب ماركو نيكوليتش بين شوطي المباراة، دخول لاعب الوسط عبد الله النقفي. الآن لدينا خطأ لمصلحة شباب الأهلي، وكارتبية بالتالي هنا على التنفيذ. هل يعود الفرسان من خلال هذه الكرة، من خلال هذه القدم الساحرة التي عودتنا دائما وأبدا على تقديم وراء
شرودر يا لقناعات بعض المدربين لا تعرف لها أساسا ولا تستنتج لها دليلا ولا تتبين لها طريقا. أيدرك بلاسيوس على دكة البذلاء وهو الذي قدم موسما كبيرا ورائعا مع نادي العين في الموسم الماضي بقيادة ريميرو جانييف يصل الآن إلى عبد الله النقبي. النقبي يتقدم وسط الملعب لكن العطاس بيخلص الكرة. بلاسيوس يفقد الكرة عادت إلى النقبي من جديد. تقدم حارب حارب في الجانب الأيمن لمصلحة شباب الأهلي. محاولات لازالت مستمرة لكن شوف الآن فرمان يقوم بالدور المطلوب وحذاري من مرتدات الزعيم يا فرسان مرزوق والخطأ لمصلحة لافاكوتو لمصلحة لافاكوتو. اللقطة والمحاولة الماضية لافا الذي يصل بالتالي بأهدافه إلى 7 أهداف من خلال بطولة الدوري ويتصدر الهدافين لما عنده 6. كايو الشارج عنده 6 هذا انطلاقة مرتدة إلى ليما 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 حتى أنت يا ليما أخرجه يا لوكا أخرجه يا ماركو ليس في يومه على الإطلاق. هذا من يضيع 4 أهداف محققة عليك أن تستبدله وإن كنت مجبرا ومرغما. ماذا تريد يا ليما أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ الهدايا بين قدميك والعطايا هنا أمامك أمام المرمى ولكنك تتفنن في إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هل تريد لخالد عيسى أن يكشف لك المرمى ويقول تفضل يا ليما وسجل في مرماي؟ ضاعت وليست للمرة الأولى والثانية والثالثة بل الرابعة يا ماتيوس. لن تكون رودريجو يا ماتيوس على الإطلاق. لعب ليس موفقا على الإطلاق في مباراة اليوم. لسان حال كل أهلاوي خلاص يا ماركو. ممكن يوري ممكن جيرمي تحدث ولا أريد أن أقسو على صاحب 19 عام لكن أعتقد نعم وكأن ماركو لن يستمع إلي لأنه سيدفع بيوري وجيرمي الآن بعد قليل. هل سيستبدل ليما؟ سنشاهد ونتابع. اليوم حتى يحيى أيضا ليس في الموعد ليس بالموعد بكل تأكيد. شايف الآن التبديل سيخرج ظهير وسعيد سليمان سيغادر أرضية الملعب الآن في هذا التوقيت سيغادر أرضية الملعب في هذا التوقيت. وفي المقابل أيضا يحيى الغسامي كما ذكر لم يكن موفقا في مباراة اليوم وبالتالي نشاهد يوري وغيارمي أسماء هجومية بكل تأكيد حاضرة وموجودة ستكون الآن. الآن شوف يلعب الكل في الكل بالا يوري ليما وهنالك كارتابية 4 أسماء هجومية قوة هجومية ضاربة بالنسبة لشباب الأهلي بانتظار ما سيكون. الراية موجودة على المساعد الأول جانيلو ريكاردو والمساعد الثاني بالمناسبة هو أليكس أنجريبيرو. شوف اللقطة الماضية الآن من هناك الكرة التي وصلت إلى لافا كوتو وأتى من خلالها بالتالي الخطأ في اللقطة الماضية والتسلل علي وللأمام لقطة مستمرة هنا في منتصف الملعب باتجاه يوري سيسار سعيد إلى خالد عيسى حارس المرمى يرسلها علي وللأمام. حمد الدردوك يتفكر أيضا من السيطرة لكن هنا المرتدة عن طريق إيريك إيريك يمرر بلاسيوس كارتابية هنا الآن يفتكر الكرة الماضية وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ يشير إلى وجود خطأ في اللقطة والمحاولة الماضية لمصلحة فريق شباب الأهلي. جنيف جنيف إلى حارب حارب في الجانب الأيسر يتقدم في هذه اللحظات. محاولة ما زالت قائمة ومستمرة هنا إلى حسن حمزة الإمام طبعا طارق أحمد يعني في شوط المباراة الأول أيضا قد يتساءل البعض هل كان من الأفضل أن يبدأ المدرب ماركو في النقبي لكن هذه الكرة عموما الآن أحمد جميل يتقدم جميل جميل إلى جيار مبالا عرضية
كان حكم الثلاثية في الموسم الماضي كريسبو انجاز كبيرة وتاريخ طويل وعريق بكل تأكيد، بطل البريمير ليج، بطل السيريا الكالتشو، بطل الدوري الأرجنتيني البريميرا، الفائز بالكوبا إيطاليا. نتحدث عن لاعب كبير بكل تأكيد. عالية والإلى ما تصل هنا من جديد الكرة إلى وين؟ إلى خارج.
المرمى الى ضربه مرمى الكره والمحاوله الماضيه. بشكل كبير انتصار مثلا في المباراة القادمة يقرب بشكل كبير من صدارة الدوري. الآن وضعية الدوري وجد